وما أجمل جمعنا هذا، تحفنا الملائكة وتغشينا الرحمة وتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. هيا مع فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد، سيدنا شيخ سيد راشد، ربنا أكرمه بالقرآن، وابن المبتهل اللي بنسمعه في الإذاعة على طول، المبتهل إبراهيم راشد. وإن شاء الله يوم الأحد الماضي كان الاعتماد النهائي للشيخ عزة في الإذاعة، وبأمر الله في الطريق للشيخ محمد ابنه إن شاء الله، بيت قرآن نسعد بهم مع نجه الكريم القارئ الشيخ عزة السيد علي راشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا مشكورا. كلا نمد وما كان عطاء ربك محظورا. ومن أراد
كلا نمد كلا نمد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن الله أكبر ومن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا لا تجعل مع الله إلهنا آخر لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا وقضى ربك وقضى ربك ألا تعبد إلا
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أحدهما لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله يا جميل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن صدق الله العظيم.